بنابی خوای بخشنده مهربان خوین کارانی خوشویست امکاتو هم متکاتکتان باش زور خوشحالم کلوانی که آودا بخزمتو بدیداری او شادم ما اوی که امرو بنیازین لنزیکوا ولم ریکورده لخزمت او خوشویست آبم پیم خوش بو وانکان مالک خوینده بو لعماده زانست او وانانی که روشت بو ازانم که استال مالوان، ازانم که ام ماوی که ام گرفته بسر کوملگه کمانه هاتوا. ازانین که زوربتان رول سر بونوان، بلام امش نابیت های اوی کوا ایم بتوانین کوا ایو فراموش بکین. نه فراموشتان ناکین. لوانی که اواده لر بر ریکورد بی، بر راست و خوب بی، ایم لخزبتان بینو بردوام بین. لما ویده اوی که لتوانا ما نابی، اوانانی که روشتوا، اتوانین هروا بسریعی، هروا بخیرعی بتوانین مراجعی بکینوا و هروها اوانشی گرنگا که استعی و لمالوان بتوانن خوتان با وکو ادبکا بتوانن لبری بکن یا بتوانن چرشتیگ را اوانی که روشتو خوتان مراجعی کنوا منیش لگلتان هاو کاربم اوی که امرو لیکم وانیا وکو دست پیکیگ پیم خوش بو به یکوا بین اوی یکوا لکاتی وانکان دا پیم باشا ملزمک لبا دستادانی وابزانی که اوت من خوم لپولا مو وانکت بو شرحکم او سرطا مدخل الى المنهج ایم خوما ازانی کوا مدخل یک من هی واتا مقدمه یک من هی که لسرطا و شرح من کرد گشتی نشوینه بلام او بو که ام بارودو خریگی نیا این کوا مقدمه که تاو کینو بچین سر منهج بتواوتی هول ایم اوانی که روشتو هروا بخیرائی یک بوتانی دوباره کمو کالین المدخل الى المنهج اولا اسالیب الطلب خوتان ازانم ایم باسی اسلوبی طلب مان کرد یکم بشی طلب ریتی بولا الاستفهام اسالیب الطلب شوازکانی داوکانی شوازکانی خواست یکم یعن استفهام بو استفهام لسر ملزمکش کاتی که پیم اوتن یا لسر کتیبه که دست خانه سر وشکان که وطمان هل همزه متا اینا کیف انا ایو کم امانه همی ادواتی استفهام بود ام ادات استفهامانه کاتی که واته وشی پرس کاتی طلب من هی بشی دومی طلب بریتی بود لالامر امر بسی شواز امر معنه کرد الامر بفعل الامر الأمر باللام الأمر بالمصدر أمر بفعل أمر واتهر فعليك أمر لنا ورستي يا كابي أقدو أي سيري ملزمك كي كس لسرتاوا بشن فعليك أمر أي يعني اطلبي العلم علمي الناس أشياءهم وتأخر عن كل ما وروي عني أمانك فعل أمر كان كواته هل كاتب فعل أمر للرستي يا كابو تو علي أمر رستي أمري تي أمري بشيك لا طلب دواي أوا أمر ما نهبو بلام ليكن ولتملا كاتي وتمان املامي امرا اجر فاء واوي بيشكو سكون ورقري اجر فاء واوي بيشنكو كسره ورقري وهروها امريش مان هبو بمصدر واتا او مصدر هلا سرتاي رستك يا رولي امر بيني بون من صبرا على البلاء او كاتك بيموتن وتم امام مرجي اويك لا سرتاي رستك بي وهروها بشي سيمبري تيبو لنهي يستبير تانا كويتوا كنهي بچي دروس أبو الرقري با لايناهية وهروها فعليكي مضارع وتمان بزوري أم لايناهية أشيت السر مضارع كبو مخاطب لا تكتب لا تحزن إن الله معنا ولا تنازعوا فتفشلوا باشان تمني وترجي تمني وتمان بليتا خوزق خواسن ترجيش بلعلة اما استا كبيرتان اكويتو الطلب بريتيبو لم تشن باشا وهروا باشي ترمان هي بلام لمنهجي اما اماجي بيانا كراوا اما الاشمان بم اساليبي طلبه هبو بودرو بو اسلوبي انشائي وهروها بو نمطاكان ثانيا كارين الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري اسلوبي انشائي كامل اسلوبي انشائي او اسلوبية ين يعني او نصية يكيق لمؤشرات أسلوب إنشائي لخوة قرتبه أسلوب إنشائي هميشو تمانا للإنفعال والتأثير يان لشدة الإنفعال
اسلوب انشائي چکاتی نصیک اسلوب انشائیه علی کاتی یک لم طلبانی لخوی گرت به اما اسلوب انشائی طلبی من هست که با طلب دروس کری با استفهام امر نهی تمنی ترجی ببر علی رکا نداء اشمن اما شش با النداء کی امشش بشا واتا اگر نصيك استفهام امر نهي تمني ترجي نداء تيابو الين اما اسلوب انشائي اسلوب انشائي غير طلبي ما نهبو كبا تعجب دلو سكرا وثمان اوهلي اقرين بو وحدي شوار كواتا استا اما اشمان بچي هي اشمان بطلب هي كواتا هر نصي يكي لمش شي لخوي قر الين اما اسلوب انشائي طلبية باشا اي اگر نصيك أسلوبي إنشائي طلبي نبو وتطلبي تيا نبو علينا هو أسلوبي خبرية بو نمونا كاتك إما نمونيك أهيانين و أما أقر كين ببرسياري ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء يان لدي رش عليك كيا كأجر بلين اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل لم دو بيتيا إما أزانين كيستأم دو بيتا البيت الأول البيت الثاني البيت الأول والبيت الثاني هر بيتك لدو شطر دروس به الشطر الأول الشطر الثاني لهمان كاتشة بالشطر الأول ألين صدر البيت بالشطر الثاني ألين عجز البيت لم دو بيتيا أقسرج بين البيت الأول البيت الثاني هر دو بيتك سيرك لبيتي كما ولا ترجو السماحة من بخيل ليرى نهي من بديكرت نهي من بديكرت أما النهي ما دم نهي كوات أما أسلوب إنشائية أجر هات وعلم ما نوع الأسلوب في الشطر الأول من البيت جوري أسلوبك تشيا للشطر يكمي أو بيتها يمالين الأسلوب الإنشائي وفي البيت الثاني اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل لم بيتيا اطلب كلي رافع لي أمر بلام إستا أجر برسياري دروز بي باش رفع لي أمرك أخوالي مبنية لسر سكون أي بو حرك بالكسرة كسري دراية أو كأزانا أو كاتي وثمان التقاء الساكنين دروز بي ألين حرك بالكسرة منعا لالتقاء الساكنين كواتا يكم أمر دوم نهي كواتا ما تش أسلوبك على أسلوبك إنشائية أسلوب الإنشائي بلام أجر بيتو يكج للطلبي تيانا بي على أسلوبك خبرية بحش أما وكو بيرخص نواياك دواي أما ثالثا الجمل الإسمية والجمل الخبرية جمل إسمي والجمل الخبرية أوي كوا بي بيتو بيرتان باسي جملة اسمي مانكر وتمان جملة اسمي هر رستيك باسم داسي بيكرت او جملة شي اسمية باتشيتر استا اگر من كومالي رستا بنرسم بون منقلين محمد رسول الله
والذين معه تاكو تاي أقرب لهم العلم نور والجهل ظلام العلم نور والجهل ظلام هذه قصور بلا قصور هذه قصور بلا قصور نحن شعب أبي أجر إستا سرجبين لم رستانيا رستكان بشي دسبيكا محمد ليرة اسم كواتا اسم لسلتاي رستشو أبي بمبتدا ليرة برسيارك دروس بيت جملة اسمي لشي دروس بيت المبتدا والخبر كواتا أما مبتدايا العلم مبتدايا باشا ليرة رستا توابو باسمي كي تدس بيكا أوش مبتدايا هذه اسم إشارة اسم إشارش اسم لسلتاي رستو أبي بمبتدا نحن ضميرة ضميرة كان جينا وكان رولي اسم بينا كوات أمش اسم هل يقلم رانا كبوبا اسم اسمش كوت السلتاي رستو مبتدايا كوات الجملة كبوبا جمليكي اسمي باشان بچية شون أتواني جملة اسمي بچية تلدس بيبكا بون منا من عليهم في الدار رجل في الدار رجل عندي لأجل فراقكم آلام يعني إن الله سميع بصير إنما الأعمال بالنيات أجل سرنجي أم رستانش بين إسألين راست أم جملانا بإسم دس بيك أمانة جملة إسمية بلام لهمان كاتا في حرف جر حرف جر كان هميشة حرف جر كان في إلى عن على باء لام أمانة كاتي كبدوانا اسمكي مجرورية أو كاتا حرف جرك أو اسم مجرورك لسلتاي الرستاء شي في جملة دروسك شي في جملة كوتا سلتاي الرستوى خبريك مقدمة خبري مقدمش في استباء مبتدائك مؤخرة عندي ظرفكان أو كاتا خين من كوت من ظرفكان ده ظرف من هبو أمام وراء بعد قبل فوق تحت بين لدى دون عند أمانة ظرف كان. شون لدوي حرف جر اسم مجرورية حرف جرك واسم مجرورك الشيء في جملة دروسك بهماش يلا ظرف مكانك مضاف دوي خوينا بيبا مضاف إليه استأم يا مضاف إليه هردو كي بيك وعندي شي في جملة شي في جملة لسلتاي الرستاء خبري كي مقدمة خبري مقدمش في بيستي بمبتدائي كي مؤخرة كواتا مبتد خبري مقدم مبتدائي مؤخر تي دروسك جملة كي اسمي دروسك باشا أمر الرستاء إن الله سميع بصير طبعا إن أشيت سر جملة اسمي ناشد سر جملة فعلي إنما الأعمال بالنيات إنما أشد سر جملة اسمي كواتا لي رشتك ما بو دركوت هركاتي رستا با اسم دس بيبكا هركاتي با شبه جملة دس بيبكا هركاتي با إنو با إنما دس بيبكا أما جملة كي اسمية باشا كأما جملة اسمي بي جاري واهيا رستيك تياتي أجر نزاني أما الشيء في جملة لو أنا سري لتيبا مثلا إستعلي له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى باشا اللي يرى أم لاما حرف جرة هاك اسمي مجرورة كواتا له بشبه الجملة
شبه جملش أبي بخبري كي مقدم خبري مقدمش مبتدأ مؤخر معنوي كات الجملة كي اسمية باشا كإما أمانة وكبير خصنا ويك إسبير تان كوتوا وهر وها أي جملة فعلية كتشون ما ندرس نشانها كد أمانو جملة فعلية كان كاتيك بفعل دس بيبكا مثلا إستاري وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يان علي سئمت تكاليف الحياة تاكوتاي كاتك أمانية بردس مثلا قد صدق المرسلون قد صدق المرسلون لم يلد ولم يولد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سأقنع ما بقيت بقوت عمري كلا سوف تعلمون أمر استانا أجر سرنجبن ليرب فعل لسبيكا سئمت فعلا قد أشيت السر فعل لم كأداتي جزم أشيت السر فعل لن أشيت السر فعل سين سوف تنهى أشنا السر فعل كواتا إم يستأبينين أمانة هموي جملة اسمية أمانة هموي جملة فعلية جملة اسمية كان لجملة فعلية كان جاب كينوا باشا كاتك إما آية شعر لبرسيارك أبو ما نهي أن يتوى بون منا برسيارك لم جورا أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول أما أقرب بيتك برسياري شن برسياري قاك برسياري يكام دلالة الجملة الفعلية في البيت دلالة الجملة الفعلية في البيت دوام دلالة الجملة الإسمية في البيت باش أمدو الشو اللي أبرسي إما أزاني شطر الأول جملة فعلية شطر الثاني جملة اسمية ليركا برسيار ليك على دلالة الجملة الفعلية دلالة جملة فعلية دلالة جملة اسمية علي دلالة الجملة الفعلية هي الحدث طارئ حدث طارئ مرداني لنا كاوة حدث طارئ بلام دلالة الجملة الإسمية أما الجملة الإسمية كارين الثبات والاستمرار بردوامية شون يسأل كارين والعفو عند رسول الله مأمول العفو ثابت عند رسول الله وليس طارئا بلام يسأل يرى هل شكرناك أو عدني هر شيء اللي كردم أم هر شك دش تكير الكتب را لنا كاوا بلام عفوك ثابت بويا علين دلالة الجملة فعلي حدث طارئ دلالة الجملة الإسمية الثبات والاستمرار أما طبعا لمنهج كمان أما جي بيئك أما أنا بيشتر وكو بيرخصنا ويك أجر بشي تشوارم باسي أنماط كين أنماط جمع النمط نمط طريقة في الكتابة ريتش كينو سين إما
سي نمط لپولي دوانزيه بو ايمه داخله نمط إعازي كزورجان إرشادي شي بو بكاريني الإرشادي نمط ريتكي إعازي إعاز زياتر بأمر بنهي أمر نهي كاتيك يكي لإيوة كمبيوترك إلى بردسايا ألين أمشتمات بو تايبك تايبك إعازي كي بري بابرينتيك إعازي بري فرماني بيبك كواتا أمل يرى نمط إعازي ريتكيك اللسر بنتيني أمر نهي آموشگاری، ارشاد رینمایی ایستا ایما لم دو خیا او رینماییانی که لوزارتی تندرستی و داره چه لر رینمایی کانا پیمانه ده دمامک ببستا تیه کل بشوی لقربال خکان مبا اما نه همو ارشاده آموشگاری باوک آموشگاری ماموستا آموشگاری لخوتان گورتر ام آموشگاریانا علی وابکا وامکا أمانا نمطي إعازي دروسكا بويا نمطي إعازي مؤشرات من هي لنصيكا أجر أمانا من هبو أو نمطي إعازية يا كم يان أمر دوم يان نهي سيم يان نداء أمسيانا بدرجة يك أمانا نمطي إعازي دروسكا أمر نهي نداء كلا جملي كلا أساليب الطلبة همان بو باشا شن وشيك من هي أتواني رولي أمر ببيني عبارات الالتزام والاقتضاء وثمان عليك أن ينبغي أن يقتضي أن من المستحسن أن شن وشيكي دياري كلا ولين أمانش أتواني رولي أمر ببيني باشا نمطي برهاني زيادة الإقناعيشي وبكارهينين نمطي برهاني زيادة بلغهينان ويا دوكس مشتو مريانا لسر بابتي أميان أيوه بلغي بيانتوا قناعات بوي برانبري بكا رازي بكا أوي برانبريشي بلغي بوهينتو بوي بابتكي أم بوتشل كاتو قناعاتي بكا كواتا أم نمطي برهانية بتشن مؤشرية كمان هي مؤشرات شو نزالين أم نمطي برهانية علين استخدام أساليب أم أسلوبانا بكار بياني أقل لسر ملزمك دعي سيدي كيتوا التوكيد يا ما أزانين توكيد ما نهبو توكيد نفس عين كلا كلتا كل جميع عامة أجمعون أجمعين أمانة جولك لتوكيدي معنوي أتوان أمانة توكيد دروس كاب بلام أم توكيدانا وثمان مرجيه مرجا كان نسيمان أقاداريبا ودواي أوا إن أن لام توكيد قد فعل ماضي أمانة بو توكيدا نوني توكيد كاتيك للنمطي برهانية أسلوب التوكيد زهر بكاريا ثانيا أسلوب النفي أسلوب النفي تيا أساليب الشرط أسلوب كانيا أدوات الشرط إذا لو إن من مهما باشا تعارض من هي غير أن إلا أن لكن بيد أن وهروها الشك تقليليش ربما أمانة بيمان أوتن أجر نصيك أمانة تيابي أو النمط برهانية نمطي وصفي نمطي وصفي كوتمان وصف وينا كردني كي زمان وانية أم وصفة كبشي سيما إما نمطي إعازي ما نهبو برهاني ما نهبو نمطي وصفي لنمطي وصفية كثرة الجمل الإسمية بسوري جملة كان لنمطي وصفية بجملة اسمي دسبيكا نكبة فعلي أما خالي خالي دو مشيان كثرة الصور البيانية صوري بياني أو أزانم كلا بلاغية خندو مانا بلاغية روان بيجي روان بيجي لتيا هيا لنمطي وصفية زولة خالي كتب كثرة النعوت نعت وتصفة بونمونة الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر شاو لكي بوصف يت وصفي زورتها أمانة وكبير خسنوا أميك إسم من باسم كرت كبريتيب لأساليب الطلب وهروها أسلوب إنشائي أسلوب خبري جملة اسمي وجملة ببورن أما الجملة الفعلية
الجمل الإسمية والجمل الفعلية وهروها النمط كان نمط الإعازي نمط البرهاني النمط الوصفي خامسا البلاغة أجر يستا سرنججي بلاغة بين بلاغة وتمانتو بشا يكميان الصور الفنية أو الصور البيانية صوري بياني يا صوري فني دوميا المحسنة اللفظية أو المحسنة البديعية روان بيش يان بلاغة أم دو بشي صوري بياني صوري فني دو بشي قرتوا بريتيبو للتشبيه لقل تشخيص وهروها محسني بديعي محسني لفظي دو بشي قرتوا كبريتيبو لا محسني بديعي بريتيبو لم أمتشوار بشي قرتوا الجناس المقابلة الطباق التوازي كوات أمشش بشا يكم بشيان كخير من إما بريتيبو لتشبيه وتمان تشبيه لشان بشي دروس به بشكاني يعني أركاني تشبيه بريتيبو للمشبه المشبه به أداة التشبيه وشو الشبه أداة التشبيه كان تشن منيك من تشن وشيك من لا هنا كاف مثل شبه كأن چن نمونيك من دياري كرد قلت من امن نموني كتابه امان الكتابه كيا بون منا لوحدي تشوارا ببور لوحدي الساعة قصيده كي طرف بن العبد ارى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطاله مفسد لبيا وتمان المشبه قبر نحام المشبه به قبر غوي والكاف اداه التشبيه بلام وتشو الشبه كالشاراويه لو كاتيا وتمان التساوي بعد الموت بين الناس وهروها لوحدية كما لقصيدي المساء وهروها لقصيدي الأطلال أو زيات الدس نشان ما نكر وتمان ما نام أبي أكاداري بي وهروها بشي كتري بلاغة بريتيبو لا الجناس جناس كوتمان وشيك دوجار بكار بي هو الأيام لواني دهاتوا باسي بلاغة بكم بيرخصنوي شي بلاغه شوكا بلاغه بشي شي جرينجا لدواي بلاغه ينسر تعريف ببعض المصطلحات وهروها ينسر الاسلوب الخطابي المباشر وغير المباشر وهروها زمن الافعال وببي وانا كان ان شاء الله امانه هرهموي مراجعه كينوا اليرا وكو بيرخصنوي كي سرتاي درسكا خوش حال بوم لخزمتا نابوم وان شاء الله بو بلاغك لواني دوما أنا بتواوي باسي شي بلاغة بشي ويشي قشتي يا كده